يا الجامعه بقت جميله قوي. الامتحانات فاضل لها شهر، هنعمل ايه؟ امتحانات ايه اللي فاضل لها شهر؟ شفت امبارح مجدي في المدرج كان قاعد ملوي هدومه ازاي؟ ده حتى عيني ما نزلتش من عليه، والدكتور راح مزعق له. خلي مجدي ينفعك، احنا ورانا مذاكره. يلا ازاي احنا نسقط وهو ينجح؟ انا هتكلم. عملنا ايه يا جدعان؟ سقطنا. انا سقطت؟ احنا اللي سقطنا. والله زعلت عليكم قسما بالله. انت ما بتزعلش غير على نفسك يا مجدي. انت ليه بتقول كده يا صاحبي؟ فكك من الحوارات اللي انت فيها. انت كل يوم بتيجي الجامعه ضحكتك ماليه وشك، والبنات كلها بتحبك، وكل يوم مع بنت يعني فرحان. انتوا ما تعرفوش حاجه وقسما بالله. بقول لك يا صاحبي ما تاخدش بالمظاهر، وقسما بالله يا جدعان انا بعاني. بقول لك يا مصطفى، الصفقه دي انا اتفقت معاها على 10 مليون جنيه، ما جاتش على 10 مليون جنيه الغيها. سلام. بابا بصراحه انا عايز اقول لك حاجه. متضايق ليه يا زين؟ مالك يا بابا؟ انا سقطت. طب وايه يعني يا حبيبي؟ ده انا اشتريها الجامعه خاصه لوحدي. بجد؟ لا تزعل نفسك. بقول لك ايه؟ فلوس اهي، العربيه بتاعتي في الجراج، تاخدها وتسافر الساحل في الشارع.